مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقتنا اليوم غدا تكون إن شاء الله على واحد الساس ديال الزرع المباشر، واللي هو الدورة الزراعية. وكنعنيو بالدورة الزراعية أننا ما نزرعوش نفس الفلاحة في نفس البقعة عام على عام، ولازم نبدلو الفلاحات كل عام، ويمكن لدعات الضرورة نخليو البلاد راكدة باش ترتاح. وكنصحاب باش نديرو هاد الدورة الزراعية على مدة 3 سنوات أو أكثر، على حساب المناطق وتوفر مياه الشتاء والسقي وعدد الفلاحات اللي يمكن نزرعو في البلاد. واليوم غادي نتعرفو جميع على النقط الإيجابية ديال الدورة الزراعية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، المزايا ديال هاد الدورة الزراعية كثيرة. من بينها أولا كنحافظوا على الخصوبة ديال التربة وما كنعيوهاش بفلاحة واحدة كل عام. ثانيا فبالدورة الزراعية كنقصوا من كمية الزريعة ديال الأعشاب الضارة في الحقل ديالنا، وكنوقفوا دورة الحياة ديال بعض الأمراض والحشرات اللي كتضر الفلاحة ديالنا. ثالثا فإلا درنا الدورة الزراعية بشي فلاحة اللي كنستعملوا فيها الأسمدة بكثرة، يمكن الفلاحة اللي تبعها تستافد من العناصر المعدنية اللي كتبقى في التربة، وما نكونوش بحاجة لإضافة أسمدة كثيرة، خصوصا في التربة اللي كتكون ثقيلة وغنية بالمواد العضوية اللي كتشد هاد العناصر المعدنية. رابعا ندخلوا في الدورة الزراعية فلاحات بحال القطنية، واللي بفضل الجذور ديالها كتثبت الأزوت في الأرض وكتخلي التربة غنية بهاد المادة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، الدورة الزراعية واحد الساس مهم من الأسس ديال النظام الزرع المباشر، وهي كلها منافع على التربة ديالنا، فلازم نتبعوها مزيان باش ننجحوا هذا النظام ونزيدوا من المردودية وبالتالي من الإنتاجية في بلادنا. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.